يلا هيا 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 يا رجال هيا هيا يا رجال هيا هيا لقد سمعت صوت حوافر خيولهم سيلحقون بنا قريبا أنتم تعالوا معي هيا أمرك سيدي حاضر سيدي هيا هيا أسرعوا هيا أسرعوا يا رجال هيا استعدوا الآن ماذا هناك؟ توقفوا إياكم أن تتحركوا هيا اتركوا سيوفكم اتركوها وإلا قتلته هيا ارموها ارموها سيوفكم اجمعوا كل السيوف أمرك حازم كنت أظن أنك قد اعتبرت بما يكفي لنذهب لقد عرفت حالتك بالضبط وأقترح عليك أن تجربي جذور هذه العشبة لقد خلطتها مع جذور عشبة أخرى أهلا وسهلا حسنا توابل هندية اقتربوا أي اقتربوا تفضلوا تفضلوا أنواع التوابل السلام عليكم السلام عليكم بكم هذا لو سمحت أريد نسيب شكرا لك شكرا لك تفضلوا أيها الناس فلتعلموا الآن أن ابن الرسول قادم إلينا لا تصدقوا أكاذيب ابن الجنود قادمون هيا اهربوا جنود الخليفة قادمون هيا اهربوا اهربوا إنه يكذب عليكم لا تصدقوا هذا الكلام الذي تتحدث عنه هيا يا رجال سيد الحسين وصل إلى نينوى حان الوقت لتعملوا بما وعدتم هيا ارمي أيها الرامي ابتعدوا وحيوا لا ميتا إياكم أن يهرب منكم لا تدعوه يهرب
لقد هرب. هيا جدوه. لا تتركوه يهرب منكم. ابحثوا في كل مكان. هيا هيا يا رجال بسرعة. أهلا بك يا خزيمة. ماذا يجري في الكوفة يا أبا عامر؟ ولماذا يقتتل الناس هكذا؟ في فترة غيابك عنا باتت أحوال الكوفة غير مستقرة. ماذا تقول؟ تفضل إلى دكاني. تعال تعال واشرب شيئا وسأخبرك بكل شيء. لقد خسرت آلاف القطط وذهبت الفرص من أيدينا فرصة تلو الأخرى، ولكن ما زال لدينا متسع من الوقت، لذا لا تقلق أبدا. لقد علمت أن أشعث الكندية يبحث عنك وهو الآن ينتظرك على أحر من الجمر. أنصحك أن تذهب لرؤيته فورا. أشعث الكندية؟ هذا الرجل لم يكن له في الطيب نصيب، فما الذي حصل كي يسأل؟ أنت لم تحصل على شيء يا ثعلب الصحراء. على أي حال عليك أن تعلم أن أشعث الكندية بنفسه هو الذي يقوم بتوزيع مسكوكات المسكوك. خزيمة، ما عاد الرجل الذي تعرفه قبل السفر. ألا تريد أن تراني شخصا صالحا وتقيا؟ عندما تمتلئ أكياسنا ذهبا حينها سيعتبرون الناس أشخاصا صالحين يا خزيمة. لا تتعب نفسك بالكلام، سأتزوج في شهر محرم وفي اليوم العاشر بالتحديد. إذا سمع بورير بأنني عدت لسابق عهدي سوف يفسخ الزواج. بورير مشغول قراءة القرآن من الصباح حتى المساء ويقوم بالوعظ كل الوقت، فكيف له أن يعلم بالأمر؟ إلقي نظرة من حولك، جميع الناس هذه الأيام يترقبون مسكوكات ابن زياد بفارغ الصبر. خزيمة، لهذه المسكوكات قيمة كبيرة جدا. ما أفكر فيه هو نسيبة فقط ولا سواها. اشتريت هذا لزوجة ابني، إنه من أفخم سوق للأقمشة، جميل وباهظ الثمن ويليق بأجمل فتاة. شكرا يا أم خزيمة، لا تكلفي نفسك مرة أخرى. ومن أفضل من نسيبة، إنه زمانها، فلتعشه قبل أن تنشغل بأمور الحياة ومتاعبها اليومية، فهي تستحق أكثر من هذا بكثير. وخزيمة شاب لا مثيل له، ومن النادر ما نرى مثله بين الحمدانيين. هل أعجبك نوع القماش؟ يبدو أنه نال إعجابك. ثق بأنه أجمل قماش رأيته في حياتي. لقد انتهى زمن الفراق يا نسيبة، لقد كنت أفكر فيك خلال فترة سفري وتحملت مصاعب السفر لأجلك فقط، ولكن يبدو لي أنك لست سعيدة برجوعي. طبعا سعيدة. أخشى أن أباك يا نسيبة قد وضع شرطاً آخر لزواجنا. لا، بل هو راض بزواجنا. إذن هل حدث شيء آخر؟ أخشى أن صبر خزيمة قد نفد وضاق به الحال، فهو لا يتحدث إلا عن نسيبة. إن حدثته عن أي شيء يقول لي نسيبة. أعلم أن الأمر صعب عليكم لأنكم قد صبرتم وطال صبركم لسنين طويلة حتى وافق بورير على هذا الزواج المنتظر. فاصبروا إلى أن يرجع بورير من السفر، وعندها سيتزوج الشابان بإذن الله. إلى متى؟ أخبريني متى سيعود بورير. صدقيني لا أدري إلى أين ذهب، ولهذا لا أعرف متى سيعود. في المساء طلب مني أن أعد له زادا، ثم قال لي سأسافر في الغد. والكوفة كلها فتن، وكما تعلمين مؤامرات الخداع تحاك في كل مكان، ولم نعد نستطيع أن نثق بأحد. لكنني فكرت مليا وأردت أن أذهب للسوق وأسأل أصدقائه عنه، لعل أحدا يعرف مكانه أو يرشدني إليه، لكنني خفت. مما تخافين؟ خفت أن يظن أنه خرج ليلتحق بمعارضي الخليفة، وعندها لن ينجو. فقد سمعت عن الكثير من الرجال الذين اعتقلوا بتهمة عدم الولاء ومعارضة الخليفة، وقد سجنوا أو أعدموا. تعاهدنا أنا وأبوك قبل سفري وخلال السفر
ومن أجل هذا عدت إلى الكوفة في الموعد المقرر الذي حددناه. لو لم يرضى أبي بهذا الزواج ما كان ليعاهدك على أمر أبدا. لكن الموعد في العاشر من شهر محرم، فلماذا يختفي ويتوارى عن الأنظار الآن قبل موعد الزواج المحدد؟ صدقني نحن لا نعرف شيئا عن هذا. وأنا لا أستطيع أن أصدق. هل يعقل أن يكون أبوك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وألا يفي بوعوده؟ أنا الجاهل وأعرف هذا الأمر، فكيف برجل قد حفظ كل المصحف؟ ألا يعرفه؟ ما كذبت عليك بهذا الأمر أبدا يا خزيمة. قد يستطيع ابن خضير نقض وعد قطعة، أما خزيمة فلا. قولي لأبيك هذا، موعدنا في محرم، وإن نزلت السماء إلى الأرض فهذا لن يغير على العهد شيئا. لا يوجد أحد يا سيد. هذا جيد، هيا بنا. أيها الغبي، كم أرغب بقتلك حتى يعلم الجميع ما هي عاقبة التلكؤ في أداء الواجب أثناء العمل. ماذا سأقول لابن زياد الآن؟ لكنني مخلص للأمير يا سيدي. اخرس أيها المسخ، بالأمس فقط كنت تشرب بول الجمل وتركض وراء القطيع، والآن قد بدت تتحدث عن الأمير والانصياع لأوامره. اسمعني جيدا، أريد منك ابن جعدة حالا، وإن لم تجده سأدمر حياتك وأجعلها كالجحيم الأسود. لكن الكوفة مليئة بالأسرار والرموز، وهناك طرق لحل هذه الرموز والأسرار. أحيانا نحلها بالسيف، وأحيانا الأخرى برزم الدنانير الحمراء. إن أردت البقاء عليك أن تجد ابن جعدة، وإلا ستكون في سرداب سجن الكوفة. سأبحث عنه وأجده، وإن لم أجده يا سيدي ستعاقب بالسجن، ولن تخرج من السجن أبدا. لقد أمر الخليفة بالانتقام من الهاشميون الأوغاد، فليحترق كالحطب الجاف، ولتأخذ الريح ذرات رمادهم في الهواء، فهم يستحقون ما سيحصل لهم. لقد اختلط الآن الجهل بالطمع، وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة، لأنها فرصة لن تعوض أبدا. وأنت أيها الثور، تريد أن تهدر هذه الفرصة بتهاونك وغبائك؟ أنا في الخدمة يا سيدي. علينا أن نجد عباس بن جعدة في أسرع وقت ممكن، وقبل أن يثير قبيلته ضدنا، وقبل أن يخبر الناس. علينا أن نخنقه. ليت خزيمة يعود من السفر. لقد عاد يا سيدي، ولكن لا حاجة لنا به. لا يا حارث، لا، لأنه الشخص الوحيد الذي بوسعه حل هذه المعضلة. أحضره حالا. أمرك سيدي. هيا يا رجال بسرعة، هيا. حارث؟ نعم، حارث الأسدي، أنا مأمور شرطة الكوفة. وما الذي حدث لمدينة الكوفة حتى تصبح أنت مأمور شرطتها؟ وما الذي يمنعني عن هذا المنصب يا خزيمة؟ ألا تذكر في السنة الماضية عندما تشاجرت مع شاب من بني أسد من أجل ماعز؟ حيث كادت القبيلتان بني أسد وبني تميم أن تخوض حربا بسببك أنت؟ دعك من الماضي الآن يا خزيمة، لقد أرسلني أشعث إليك لأنه يريدك بأمر هام. قل لأشعث بأن خزيمة لم يعد كما كان في السابق، لقد غير طريقه وأصبح إنسانا صالحا. ماذا تقول يا خزيمة؟ هل جننت يا رجل؟ لقد تم تخصيص 100 مسكوكة كمكافأة لاعتقال ابن جعدة، فكيف بوسعك أن تتجاهل مثل هذه المكافأة الكبيرة؟ لو كان لي مثقال من ذكائك فقط، صدقني لكانت شرطة الكوفة كلها بيدي الآن. الفضل لي في كل ما يملكه أشعث، ولهذا عندما سمع بأنك قد عدت أرسلني لإحضارك. من بالباب؟
لا أحد يا أمي. هيا انهض واجلس عند المائدة. لا رغبة لي في الطعام يا أمي. لا جدوى من هذا اليأس والحزن الذي يملأ قلبك. من الأفضل لك أن تدعو الله دعاء صالحا. أي دعاء هذا؟ ماذا تقولين يا أمي؟ إن لم يعد برير في الموعد المحدد فلن يتم الزواج. الأمر ليس بيدنا يا بني. رأيت بنفسك كيف كانت عائلته قلقة بشأن غيابه. زوجته قالت إنه أخذ زاده ثم ركب حصانه وسافر بعيدا، والله يعلم إلى أين ولماذا. ليست أيام حج ليذهب ويؤدي مناسك الحج وفروضه في بيت الله، ولا يعمل تاجرا كي يذهب في بيع أو تجارة. خلال الأعوام الثمانية خرج من الكوفة مرتين فقط لأداء مناسك الحج، وهو ليس من هواة السفر. والغريب أنه لم يخبر زوجته كي لا تقلق بشأنه، فهي لا تعلم عنه شيئا. لكني أخشى أن يكون عبيد الله قد اعتقله لا سمح الله. لا، لقد اختلقوا هذا الأمر من أجلي أنا، لكن الوضع مختلف الآن. لا أدري، ولكن إن كان بنية برير أن لا يعطيك ابنته، فلما وعد الرجل أن يزوجك إياها ثم لا يفي بوعوده؟ الكوفيون ينقضون بعهودهم دائما، صدقيني الأمر عندهم سيان. أما قلت لي ماذا فعلوا بمسلم بن عقيل؟ فماذا عني أنا؟ ربما ندموا على هذا الزواج. إلى أين؟ يجب أن أعرف كل شيء هذه الليلة. هذه الليلة. ماذا حصل؟ لماذا تطرق الباب هكذا؟ لأنني جننت تماما. أمضيت أعواما وأنا أطرق هذا الباب، فلماذا لا تخبريني بالحقيقة كما كنت تفعلين دائما؟ لماذا تسخرين مني بهذه الأكاذيب؟ أي أكاذيب؟ ومن قام بالكذب عليك؟ اسمعي نسيبة، صارحيني بالحقيقة، هل أنت نادمة؟ لم أكذب عليك يوما يا خزيمة. لكنني أشعر بأنكم تخفون أمرا هاما. لما رحل أبوك فجأة ودون أي سابق إنذار؟ ولماذا لم يخبر زوجته وابنته بسفره المفاجئ هذا؟ سأصدق إن أخبرتني بالحقيقة، وإن لم تخبريني بها فمن الأفضل ألا تتحدثي عن أي شيء أبدا. لقد سافر أبي. سافر؟ وبأي ثمن بخس قد فسخ زواج ابنته؟ وإلى أين؟ نينوى. قبل أيام خرج من هذا الباب بمرافقة ابن جعدة قاصدا نينوى. ولكن عباس ابن جعدة موجود الآن في الكوفة، رأيته بنفسي في السوق عندما كان يهرب من رجال الشرطة. أنا خائفة يا خزيمة، فلربما عندما خرج أبي من الكوفة قام جنود ابن زياد باعتقاله وسجنه. أنا متأكد أن عباس ابن جعدة هذا على علم بأمر اختفاء أبيك. بل هو أيضا لا يعرف عنه شيئا، لقد اختفى من خشية رجال الشرطة. أين؟ لا أعرف. لابد أن أبحث عنه. Thank you.
ولما هذه العجلة؟ ماذا حصل؟ بقيت بانتظارك لساعات طويلة، فلدي خبر هام لك. خبر هام؟ ماذا حصل يا أبا عامر؟ لا يمكننا أن نتحدث هنا. إذن دعي الأمر إلى الغد. إلى أين أنت ذاهب؟ أحوال الكوفة تتلون وأنت تقول لي أصبر حتى الغد؟ ابن زياد وضع 100 مسكوكة ليكافئ من يجد عباس بن جعدة أولا. إذن أسرع لتحصل عليها. أنت تعرف تماما بأنني لا أفعل شيئا دون إذنك يا خزيمة. لا أستطيع يا أبا عامر، فأنا مشغول جدا. لا أحد يستطيع أن ينجز هذه المهمة كما تفعل أنت، أعرف هذا جيد. لدي أمور أكثر أهمية. ربما تحتاج لهذه المسكوكات في أمرك الذي تقوم به. ألم تقل لي بأن أبا نسيب يريد صهرا شريفا ومقتدرا بين القوم؟ نعم قلت لك هذا. وهذه المسكوكات ستصنع لك نصف هذا الشرف. 100 مسكوكة تستحق التفكير بها، أليس كذلك؟ يبدو لي أن نظرات بنت برير قد أعمتك تماما. لك الحق أن تتذمر وتعاتب الجميع، لقد تورطت بمأزق كبير. لقد أتعبني كثيرا. أنا أقصد الأمير. لقد بحثنا في كل الكوفة، وابن جعدة قد تحول إلى قطرة ماء ذابت في الرمال. أرجوك إن كنت تعرف أي خبر عنه قل لي، وسأعطيك ضعفي المكافأة التي عينها الأمير. مكافأة الأمير وإن كانت حذاء ممزق لا تساوي أي شيء أبدا سوى فضلة الفريسة. عبيد الله بات ضيفا وأيامه معدودة، وعلينا أن نكون ظلا لبعضنا بعضا في الكوفة. إن احتجت يوما إلى ظل حجر فقط فسوف أختار الأكبر حجما يا أشعث، تأكد من ذلك. إلى أين يا خزيمة؟ دع ابن جعدة وشأنه، فسيكون ضيف الأمير بعد ساعة. لكن إذا... لكن إن ماذا؟ لكن إذا أخبرتني عن مكان برير سأساعدك. إن عرف الأمير بأمرك وإنك تريد الزواج ببنت برير، ثق بأنه سوف يبدل العرس إلى عزاء. ولهذا أريد أن أعقد معك صفقة صغيرة. أنت تخبرني عن مكان برير وأنا أسلمك عباس بن جعدة، ولا أريد مسكوكا واحدا كمكافأة مقابل ذلك. ها؟ موافق. جد لي ابن جعدة حالا وأنا بدوري سأخبرك عن مكان برير. إذن لم تقوموا باعتقاله بعد؟ سراديب الكوفة لا يحتملها أحد، فهي عميقة ومظلمة. علي أن أجده قبل اليوم العاشر من شهر محرم. إذن لا تضيع الوقت. لدي أفضل أنواع الأقمشة الحريرية، اقتربنا أيها النساء. تفضل يا سيدتي. عفوا، هل لديك حناء؟ قليل. شكرا لك. تفضلوا تفضلوا، لدينا عصير برتقال. أين هو ابن عامر؟ لقد ذهب لأمر لا نعرفه. تفضلوا، لدي كل الألوان. يا له من رجل أرعن، سيضيع لي كل ما تكبدته من أنا. أقمشة حريرية. تفضلوا تفضلوا. كم يكون؟ أعطيني اسمي. لماذا لم تفعل ما طلبته منك البارحة؟ كدت تضيع كل ما خططت له في هذه الأثناء. قد فعلت كل ما طلبته مني بالضبط. صدق حدسك، فقبل ساعة جاءت امرأة وطلبت مني بلسما. أظن أن لديها مريضا في البيت يعاني من جرح قد تعفن. قد يكون هذا الرجل هو من نبحث عنه. لهذا السبب راقبتها عن كثب وعلمت أن بيتها في حي بني طي، لأنها تأتي من هناك، وأنا متأكد أن ابن جعدة هناك. لا تتأخر، عليك أن تسرع قبل أن يهرب، وإلا قد تضيع مكافأة المسكوكات من أيدينا. سأعطيك ضعفي المبلغ المرصود. تفضل.
واترك الأمر لي. ماذا تعني؟ أعني أنك أديت المهمة واستلمت نقودك كاملة، فلا تتحدث مع أحد في هذا الموضوع بعد الآن يا أبا عامر. لكن الوضع مختلف الآن، فعباس بن جعدة أغلى من هذا المبلغ، وأنت تعرف هذا في قرارة نفسك. ربما، ولكن سوف يأخذ كل منا بقدر ذكائه. لدي كل الألوان من الأقمشة. خزيمة، أنت لا تنوي تسليم ابن جعدة لجنود ابن زياد، أليس كذلك؟ لقد أخذت كل نقودك، فافعل إذن ما أمرتك به بالضبط. غريب، غريب جدا. لا أدري ماذا لدى ابن جعدة هذا حتى تركت من أجله كل هذه المسكوكات. لا شيء أبدا، ولكن قد أجد له مشتر أفضل بكثير. لدي خطة، تعال معي. أقمشة حريرية، تفضلوا. نباتات نادرة ورخيصة أحضرناها لكم من الهند، تعالوا عالجوا أمراضكم، اقضوا على كل داء قد يفتك بأجسادكم القوية بمسكوك واحد فقط. أريد مقدارا من الزعفران الهندي. ثمنه مسكوك واحد، تفضلي. شكرا لك أيها السيد. نباتات هندية. أريد رزمة من نبتة لسان الثور، من أجود الأنواع وطازجة أيضا. سلمت يداك. نباتات هندية من الهند، رخيصة وطازجة. داووا مرضاكم بالنباتات الهندية، تفضلوا. نباتاتي هي الأفضل. مرحبا يا خالة. أهلا يا بني. لدي شتى أنواع النباتات الهندية المفيدة، لدي جوز الهند الطازج، تستحق الشراء يا خالة. وما هي الفائدة منها؟ إنها مفيدة جدا للانتعاش، ما عليك إلا غليها. لا حاجة لي بها. هل سقيتني يا خالة؟ يبس حلقي من كثرة الصياح. انتظرني يا بني، سأحضر لك الماء. عباس، عباس بن جعدة، هل أنت هنا يا أخي؟ لا تخف، تكلم، فأنا من أقارب برير وصديقه أيضا. زوجته وابنته قلقتان علي، هما من أرسلني إليك وتريدان أن تعرف أخبار برير. لقد كنت برفقته منذ عدة أيام، وأعرف أنك سافرت قاصدا نينوى. من أنت؟ عباس، أنا إنه هنا، حطموا هذا الباب وأحضروه بسرعة. هيا. ماذا تفعلون أيها الظلمة؟ أحسنت صنعا، أحسنت صنعا كالعادة يا خزيمة. هيا بسرعة.
تأخذونا؟ أهلا بك عباس. أيدوه جيدا. حاضر سيدي. لعنكم الله. عطور أجود أنواع العطور. تفضل يا سيدي. تفضل وشي. الحرام جعلك ككلب مسعور. أيعقل أن تنهش لحم صاحبك أيها النذل وضيع وناكر للجميل؟ ما بك ولم الغضب؟ لقد حدث لك تماما ما كنت تفعله مع الآخر. قدمت لك الكثير أيها الوضيع. لكن ما فعلته لم يكن من الفراغ. لقد فهمت عبر حدسي أن عينيك عاشقتان وأنك هائم في بحر حب كبير يستحق هذه التضحية. فقلت في نفسي لما لا أستفيد من هذه المسكوكات؟ فلا حبيبة لي تنتظرني بلهفة. فلتغلق فمك. وضيع، مرحبا يا أمي. أهلا يا بني. لقد كنت في السفر لشهور، والآن بعدما عدت لم تمكث في البيت ولا حتى ساعة واحدة. ألا تفكر بأمك العجوز الوحيدة؟ قد تحتاجك في أي لحظة. قريبا جدا ستتخلصين من هذه الوحدة، وسوف تستقر حالنا معا يا أمي. هل لديك خبر عن برير؟ سأجده يا أمي، سأجده وإن كان غارقا تحت سراديب الأرض. سأتزوج نسيبة في الموعد المحدد. يا رب قدم كل خير لهذا الولد الذي أنهك قواي. لا أدري إن كنت قد رضعت بحليب مصدره حرام، أم أن الخبز الذي كان يحصل عليه أبوك لم يكن حلالا، أو ربما اقترفت ذنبا عظيما والنتيجة ولد متعب جدا مثلك يا خزيمة. لما كل هذا الغضب يا أمي؟ عندما تتحدث معي هكذا أشعر بأنك قد عملت عملا مشينا. ظننت بأن حب نسيبة قد يهديك إلى الطريق القويم، لكنه لم يفعل. لكنني لم أخلف بوعدي مع نسيبة، ولن أقوم بذلك أبدا يا أمي. كن حذرا يا خزيمة، تعلم أن أحوال الكوفة غير مستقرة، فاحذر أصدقاء الشر والسوء، قد يغوك بمسكوكات ابن زياد وحجتهم كسب لقمة العيش. أرجوك خذ بكلامي وبنصيحتي يا بني. أأن تحمل البضائع خير لك من أن ترافق الخائنين الذين يخدعون الناس ويكيدون لهم بما يضر ولا ينفع. لا تخافي يا أمي وكوني مطمئنة. نسيبة، لقد صدق قول أبي، من المستحيل أن تتغير وتتحلى بشيم الرجال الكرام. ماذا تقولين يا نسيبة؟ ماذا فعل لك أبي كي تكيد له وترميه بين يدي رجال؟ هل هذا ما كنت تنوي فعله؟ ألم تقل لأمك ماذا فعلت وما الذي تنوي فعله؟ صدقيني أنا لم أفعل شيئا. فكر خزيمة وخطط ليساعد رجال الشرطة في القبض على ابن جعدة، لن يبقى على قيد الحياة. قلت لك لم أفعل. إن كنت لم تفعل فلما تبعته إذن؟ قلت في نفسي إنه الشخص الوحيد الذي يعرف أخبار أبيك. أردت أن أراه فعلا قبل الجنود، لربما يساعدني بأي خبر، لكن الجنود وصلوا قبلي واعتقلوه. إن حدث لي أبي أي مكروه لن أسامحك أبدا يا خزيمة، لن أسامحك ما حييت. سأجده يا نسيبة، وقبل اليوم العاشر أيضا. هكذا دائما تتأخر في مهامك فيأتي أحدهم وينجز الأمور أفضل منك. خيبت ظني يا خزيمة. أظننت أن أبا عامر الغبي هو من خطط للأمر بنفسه؟ أنا من فكر ودبر ذلك. التخطيط فقط لا يكفي في العمل، بل عليك أن تنقض على الغنيمة أيضا. فقد أخذ أبو عامر الذهب كله ولم يتبقى لك شيء. لست مهتما بالغنيمة يا أشعث، أريد رؤية عباس لأنه يعلم مكان برير. وما الذي تريده من برير؟ لا أريد منه شيئا إلا الوفاء بما عاهدني به.
دعك من هذا يا خزيمة. أتريد مصاهرة رجل ينوي ابن زياد أن يرتوي من دمه؟ هذا ما أستبعده من ذكي مثلك. ولكنني أحب ابنته يا أشعث. لا تكن غبيا يا خزيمة. بنات الكوفة مغناجات وجمالهن يفتن الأبصار، فحذار أن يخدعك جمالهن وسحرهن. حسنا، ولكنني أريد رؤية برير. سأبذل قصارى جهدي من أجل صداقتنا القديمة فقط. أنت تعرف مكان برير يا أشعث، ولكن أخشى أن يصدق ظني ويكون في السجن. سراديب سجن الكوفة مكان آمن جدا. ما هو ذنبه؟ ذنبه؟ لا يمكن لسراديب سجن الكوفة أن تبقى فارغة أبدا. عليك أن تخرجه من السجن وحالا. وماذا سأقول لابن زياد؟ يجب أن تفكر بهذا وسأعوضك. ليس الأمر سهلا، فبرير من أعداء الأمير. أنا لا علاقة لي بالحسين ولا بغيره، أنا فقط. يبدو لي أن هذه الفتاة هي أمنيتك، ولكل أمنية ثمنها. سأقبل مهما كلفني ذلك. سأطلق سراحة وسأخذ لك حكم أمان من الأمير بذاته، وفوق ذلك 100 من الدنانير الحمراء لتصنع لنفسك حياة كريمة. وفي المقابل عليك فعل ما يريده الخليفة. ماذا حصل؟ خزيمة ذهب إلى نينوى تلبية لطلب أمير الكوفة. هذا ما كنت أخشاه. أنا خائفة. من ماذا؟ خائفة من خائفة خوفك من... هذا على خزيمة أم على أبيك؟ كلاهما يا خالة، كلاهما. أرجوك لا تقلقي يا نسيبة. لا تقلقي يا حبيبتي. ماذا تفعل هنا يا حازم؟ ما الذي حدث كي يجتمع أكل لحوم البشر؟ اصمت، ألقي نظرة من حولك. أنا المساعد الخاص لعمر بن سعد، قائد كل هذه العساكر. وهل لي أن أعرف كيف يعينون الجرذان واللصوص المشردة بصفة مساعد قائد العسكر؟ اسمع يا خزيمة، هذه ساحتي أنا فقط. إن كان ابن سعد قائد هذا الجيش فأنا مستشاره وساعده، لهذا انتبه لكلامك وتصرفاتك. لا، يبدو أنه أصبح للصوص مراتب أيضا. ادعى حازم يا خزيمة واسمع ماذا سأقول. لو أخذت مسكوكا واحدا فقط من هذا اللص فسوف أخذ نصفه منك ولو كان بطعن الخنجر. اسمع يا ذا الكرش الأرعن، هنا صحراء نينوى وليست وليمة لتملأ بطنك بالطعام. صدقني يا سيدي، لم أخذ إلا عنقود عنب واحد من ذلك الطبق. صدقني، طبق العنب هذا كان فيه 4 عناقيد قبل أن يأخذ كل كلب قطعة منه، والآن لم يتبقى منه سوى عنقود عنب واحد فقط في ذلك الطبق. ها، ما الأمر؟ جاء أحدهم من الكوفة. وماذا علي أن أفعل؟ فكل يوم يأتينا زائر من الكوفة ليتدخل في شؤوننا. إنه مبعوث من قبل الأمير عبيد الله. لقد أرسل عبيد الله مبعوثا للمرة الثانية كي يوصل أوامره الملكية إلي. إنه خزيمة الشاب الذي طلبته. الشاب الحمداني؟ نعم سيدي،
وما الذي يؤخره؟ أيريد أن نذهب لخدمته واستقباله بحفاوة؟ أتأذن له بالدخول؟ بذمتك ألا تخجل من إدخال رجال بلهاء عديمي الفائدة إلى الخيمة دون أن تأخذ إذني؟ وعندما يأتي من أنتظره تبقيه خارجا؟ ارحل من هنا، هيا ارحل. أمرك سيدي. أيها الأبلة، ألا تستطيع الجلوس دون طعام؟ أنت الذي أدخلتني إلى هنا. كنت أريدك أن تعرف أين مسكوكاته، فقمت بسرقة عنقود العنب يا أبلة. وكيف لي أن أعرف أنه قام بعد حبات العنب كلها؟ كم أنت غبي يا خالد، هيا أمامي، هيا. الأمير ينتظرك في خيمته. حازم كشف أمر العنب ولم يكشف أمر هذا. أبلة، العدو يراقب المنطقة بعيون كعيون الصقر، وقد صبوا جل اهتمامهم وتركيزهم على هذه المنطقة، فهذا التركيز يشكل أساس خطتهم. والحسين لا يريد أن نعرف ما الذي يحدث هنا كي لا نستطيع أخذ احتياطاتنا. فهل يستعد هذا الرجل للحرب؟ وما الذي يفكر فيه بالضبط؟ يجب أن نعرف. أريدك أن تلقي نظرة على الخيم والرجال أيضا، واعلم أن ما أريده منك ليس بالأمر السهل يا خزيمة. ما أريدك أن تحصل عليه لا يقل أهمية عن أمر انتصارنا وفوزنا على العدو. أنت تتكلم وكأنك تريدني أن أذهب لوحدي إلى جيش الحسين وأن أحضر لك رجاله راكعين مكتفي الأيدي. إن فعلت ما سأطلبه منك ونفذته بحذافيره، ثق بأننا سنقيد الحسين ورجاله، وهذا يعني أمرا واحدا فقط، النصر قبل بداية الحرب. ما الذي تفعله يا أبلة؟ ما الذي سيفعله هذا الحيوان الضخم لنا لنرمي كل برسيم الجيش له؟ كما قلت لك، أريدك أن تذهب إلى جيش العدو بنفسك وأن تعرف جيدا ما يفكر فيه الحسين. يقال إنه خرج عن الخليفة، من المؤكد أنه ينوي الحرب. هذا ما أريد معرفته، هل يقوم بالتجهيز والتخطيط لهذه الحرب حقا؟ فحكم ري مرهون بإسكات الحسين بالمبايعة، فإما أن يسكت الحسين وإلا فقتله أولى. وأي حل تفضله عن الآخر وتراه الأنسب؟ ألا تعرف أي حل أفضل؟ طبعا الأنسب لي هو أن يستسلم خوفا وألا يمد يده على سيفه. عليك أن تعرف هل هو جاد في أمر الحرب فعلا أم لا. أريد أن أعرف عدد رجاله بالضبط ومن هم أشاويسته في الحرب، عدد الأسلحة التي يملكها، وشيوخ أي قبيلة يناصرونه. من بين كل هؤلاء المحاربين في معسكرك لم تجد رجلا ترسله إلى مخيم الحسين؟ كنت أملك العديد من الرجال. في البداية أرسلت رسلا كالكثير بن سعد وأرسلت غرة بن غيث، لكن الحسين قد شك بأمرهما ولم يسمح لهما بالدخول. الكثير بن سعد فشل بالمهمة، وغرة تحول إلى رجل غريب الأطوار وأصابه الجنون، لا يريد أن يتحدث ولا يريد أن يبقى، ولم يعرف أحد ماذا أصابه بالضبط. كان للحسين سلطة تامة على مخيمه، لا يمكن لأحد أن يدخل إليه بسهولة، ولم أستطع، فالأمر بالنسبة لي كان أشبه بالمستحيل. على أي حال، يجب أن يكون هناك رجل حاذق يستطيع أن يحقق طلبنا عبر التخفي. هذه الخيمة تحت تصرفك تماما، ادخل وخذ قسطا من الراحة، ولكن ليس لدينا متسع من الوقت للنوم والشخير والكسل. بعد ساعة من الآن سيجلب لك حازم رسالة مهمة. رسالة؟ نعم، ولكنها ليست سوى ذريعة. لقد سمعنا خلال اليومين الماضيين صوت حفر ومعاول، وشاهدنا الغبار يتطاير في الهواء. أريد أن أعرف إن كان يحفر خندقا أم بئر ماء للشرب أم طريقا للهروب.
لأننا قمنا بقطع مصادر المياه عنهم جميعا. أريد أن تذهب لهذه المهمة وتعود بأسرع ما يمكن لتبيض وجهي أمام الأمير. وموضوع آخر، أريدك أن ترجع حيا، لأن جميع الرسل الذين سبقوك قتلوا لمجرد الشك بهم. لذلك كن حذرا ومتيقظا، فالعدو لن يرحمك عندما تصدر منك أي حركة قد تبعث على الريبة. هذا هو مخيم العدو قرب المشاعل التي تراها. من هنا تبدأ حدود منطقتهم. في بعض الأحيان يتجولون فردا فردا ليمشطوا المكان، وأحيانا يكونون في جماعة مؤلفة من 3 أفراد، ويركبون هؤلاء خيولهم ليعرفوا إن قمنا بمهاجمتهم. فخذ تلك المشاعل كنقطة علام عندما تذهب. لكنني أريد أن أذهب من طريق آخر. يا لك من مجنون، هذه هي رسالة ابن سعد، خذها وافعل ما تشاء. هيا اذهب. ثق تماما بأننا لن نحزن أبدا إن قتلوك يا خزيمة. رجل مجنون سيلاقي حتفه هناك. أنت تشبهه، لكن الفرق بسيط. وما هو الفرق؟ الفرق أنه يفكر بعقله وأنت ببطنك. هيا بنا. الحفر في كل مكان. لا أستطيع أن أفهم ما الذي تقوله، ولماذا لا تصدق كلامي؟ لست نافع ابن هلال البجلي؟ أنت حداد في الكوفة، وفجأة ها أنا أراك هنا؟ نعم، وماذا تفعل أنت؟ أنا مجرد رسول، معي رسالة، وكنت أريد أن... أنت رسول؟ إذا كنت رسول لماذا كنت تتلصص في ظلام الليل؟ لأنني ضعت ولم أعد أعرف الطريق. ابن سعد يعرف تماما من أي جهة عليه أن يرسل رسوله إلينا، وأنا متأكد أنك تعرف الطريق، لكنك لم تأتي إلى هنا لتجلب لنا رسالة، بل أتيت لأمر آخر. صدقوني أنا مجرد رسول لا أكثر، وأحمل معي رسالة. العدو الذي يقوم بتجهيز نفسه للحرب سيفعل أي شيء للفوز فيها. لا أعرف ما الذي تقصده بالضبط. لقد كنت قادما إليكم فكبى حصاني ووقعت على الأرض. ما المشكلة؟ لا يحتاج إلى شرح كبير. أتيت إلى مخيمنا لتعرف أخبارنا ولتتجسس علينا، وطبعا تحمل في جعبتك رسالة. وإذا افتضح سرك المخفي تقول إنه الليل المظلم وقد أضعت الطريق. نريد أن نذهب إلى الفرات من أجل أن نحضر الماء، هل تأتون معنا؟ كم عددكم؟ 12 فردا. ومن سيقودكم؟ علي الأكبر. ألن يذهب جون برفقتكم؟ لا، جون سيبقى في الخيمة لأنه مشغول ببعض الأمور. حسناً، أطيعوا أوامر علي الأكبر وحافظوا على أنفسكم. كان الله في عونكم، رفقتكم السلامة. أما أنت عليك أن تمكث هنا حتى أخذ جواب رسالتك النهائية من الإمام، مع أني أعلم أن جواب الإمام لن يفيدك بشيء. راقبه جيدا. هل لي بقدر من الماء؟ ألا تعلم أن رجالكم قد منعوا الماء عن مولاي وأصحابه؟ صحيح، لقد نسيت. من المؤكد أن عددكم كثير جدا، لذلك نفدت بسرعة خزانات المياه من عندكم. أأنتم أكثر من 1000 شخص؟ لا أتوقع أبدا أنكم أقل من هذا العدد.
استنتاجك هذا يدخل في باب استطلاع الأخبار. ومما أنت خائف؟ أتخاف أن يقال تكلم مع رسول العدو ويبدأون بالشك بك؟ لا تقلق، فلن يسمعنا أحد. قل كم العدد، وفي المقابل سأعطيك 10 قطع ذهبية. لا أرغب أن أجيبك، هذا كل ما في الأمر. لم أرى جنديا بهذا الوفاء مثلك أبدا، لكن المخلصين أمثالك سيخسرون، فوفاؤك هذا أشبه بالحماقة. ألأني لم أقبل بقطعك الذهبية؟ هذا هو جواب رسالتك. بإمكانك أن تعود، لا تتعب نفسك، فأنا أعرف طريق الخروج. علي أن أرافقك إلى خرج المخيم حتى تبتعد تماما من هنا. إذا اندلعت الحرب عما قريب، فماذا ستفعل؟ قد تعتقد أن سؤالي غريب، لكن الحرب حرب الأسياد، ولا لأحد شأن بالعبيد. ألا تعلم أنه لا وجود في ساحتنا للعبيد؟ فالعبيد هم من يعيشون في البلاط ولا يقاتلون في ساحات الحروب. مقاتلو ساحات الحروب؟ تريد أن تقول إنك لست بعبد؟ إذن أنا عبد، وكل ما يأمر به مولاي أنفذه. إن قال لي حارب فسوف أحارب. أنا رجل حر. رجل حر؟ أنت سجين صفقة أبرمتها مع أميرك ووعدته بتنفيذها، لذلك لست بحر. أما أنا فرفقت مولاي برغبة مني، وليس تحت قيد أي صفقة كانت. نافع بن هلال، ماذا يفعل في معسكركم؟ أرى أن الكثير من الرجال الكوفيين هنا. ربما نعم وربما لا، ماذا يهمك في ذلك؟ الأمر يهمني، ربما أجد بينهم بعض أصدقاء. أصدقائك؟ وهل هم موجودون مع أعدائك؟ شيء مضحك. ما الأمر؟ ماذا أصابك؟ لماذا تصرخ؟ ما بك يا رجل؟ أخبرني ماذا أصابك؟ ألا أدري، ربما قد انكسرت قدمي. أنا أعرف شيئا عن كسر العظام. لا أرني. لا أرجوك اتركني، اذهب بسرعة وأحضر لي طبيبا للعظام. ولم الطبيب؟ أنا أعلم بوجع الكسور أكثر من أي طبيب. لا أرجوك، أرني. قد يزداد الوضع سوءا. قلت لك بأنني أعلم بكسور العظام أكثر من أي طبيب. لا لا، لا، الألم يزداد كل لحظة. اذهب وأحضر لي مشعلا بسرعة. المشعل، لا أحد يمكنه أن يشفيك من ألمك غيري. إذا خذني إلى معسكركم لأخذ قسطا من الراحة، فقد نجد هناك طبيبا يداويني. لا يوجد إلا حل واحد، أن تمتطي حصانك وتعود من حيث أتيت. يا عديم الرحمة، أنت لا تشعر بالآخرين أبدا. خزيمة، خزيمة، هيا استيقظ. أنت لا تعرف شيئا عن الأدب، أهذا ما تعلمته في الصغر يا حازم؟ أنت في ساحة للحرب ولست في نزهة برية، انهض. أنت أجهل وأصغر بكثير من أن تعلمني قوانين الحرب. أغرب عن وجهي وإلا قطعت لسانك. اخرس. أرجو أن يكون هذا هو درسك الأول والأخير. كلاب البرية التي تلحق بفريسة واحدة لا تتقاتل بهذه الطريقة. ماذا أصابكم؟ أي غنيمة جئت بها لتشهر سلاحك بوجه رجالي؟ وماذا بعد؟ هم بحاجة لماء، لكنهم لم يحفروا ذلك البئر للحصول على الماء أبدا. في الليلة الماضية كانوا في ضيق من أمرهم. لقد هجموا من هذا الجانب كي يحصلوا على الماء، وقد بلغوا مرادهم بعد هذا الهجوم. ما هو عددهم وسلاحهم؟ تحدثوا عن جون، يبدو أنه خبير في كل أنواع السلاح،
السهام والأقواس والرماح وحتى السيوف، وكل ما يحتاجونه أحضره إليهم من الكوفة. هذا ما سمعته منهم عندما كنت أمشي بين خيامهم. وكم كان عدد الرجال المقاتلين فيهم؟ أتعتقد أنهم وبعد أن قاموا بالتحصينات كان بوسعي أن أدخل كل خيمة في المعسكر وأحصي عدد المقاتلين فيها. وما نفع تحصيناتهم هذه إن قمنا بالهجوم عليهم؟ من المحال أن يخبروا أحدا بهذه الأمور. وهل كنت تلهو في ذلك الوقت؟ ولماذا ذهبت إلى عقر دارهم؟ أريدك أن تعرف عدد الرجال المقاتلين عندهم وما هي خططهم وكيف. أرجوك اهدأ يا ابن سعد، هذا الأمر يحتاج أن أبقى في معسكرهم عدة أيام لا ليلة واحدة فقط. بل ليلة واحدة؟ ومن طلب منك أن تبقى ليلة واحدة؟ لقد شعرت بالجبن ولم تستطع أن تمكث أكثر من ذلك. ليس هذا ما كنا ننتظره منك أيها الفارس المغوار. توقعت أن ابن زياد سيرسل لي عينا حادة تقدر أن تقتفي أثر الطيور الجارحة في ظلمة الليل لا أن تهرب من الخوف. لتكن عادلا في حكمك، ألا يهمك بأنني عرفت أنهم يفكرون مليا بإطالة مدة الحرب؟ ألا يهمك؟ كفى كفى، ما تتفخر به؟ بمقدور كل غبي أن يعرفه بكل سهولة. كل ما لديك من ذكاء تستخدمه للشهرة وللإعجاب بالنفس. هيا اركب حمارك واذهب إلى ديارك، عاد إلى بيتك، وإياك أن تدع مكان نومك يبرد. ليلة واحدة لا تكفي للمهمة، أعطني فرصة وستعرف من أنا. لا وقت لدي أبدا، كما أن عبيد الله سينزعج من التأخير. إذا تأخرت أكثر من ذلك سأخسر قيادة الجيش وملك الري أيضا. عبيد الله أعطى أوامره للشمر بالتحرك إلى الحرب. أعدك بإنهاء الأمر الليلة يا عمر وسأعرف ما تريد معرفته. إياك أن تخيب ظني يا خزيمة، هنا ساحة حرب. الكسل والتقاعس كالتعاون مع العدو. إنني أعرف ذلك. لو كنت تعرف ما عدت خالي الوفاض. أنصحك بالذهاب إلى الكوفة وأن تقبل قدم الأمير لعله يعفو عنك. سأحصل لك على ما تريد، أرجوك منحني فرصة ثانية، ليلة واحدة فقط. قبل كل شيء عليك أن تترك حصانك في معسكرنا كضمان لتنفيذ عهدك، وإن عدت فارغا مرة أخرى سأنفذ فيك عقوبة لا مثيل لها كي تتناسب مع فشلك. حتى لو كنت ابن عبيد الله بذاته فأنا قائد هذه الحرب. لن يشكل الأمر فرقا، أتيت بالأخبار أم لم آتي بها. الحسين وأصحابه سيخسرون المعركة من دون شك، لن أتردد أبدا. وأي صالح لي في ذلك؟ كل ما أريده هو إطلاق سراح بريف ليتم زواجي من نسيبة وأعيش معها. الصراع بين بني هاشم وبني أمية كان منذ القدم وسيستمر إلى النهاية. كل منهما يريد الخلافة لنفسه، والذين في الوسط هم الخاسرون دائما في كل شيء. ليس لي شأن بيزيد ولا بالحسين. أي خطأ هذا إن فكرت بحياتي ومستقبلي؟ أليس لي هذا الحق؟ هل هذا عيب؟ أنا لست طامعا بجنة الحسين أبدا ولا بجهنم يزيد أبدا، لست طامعا بأي منهما. ماذا تفعل يا خزيمة؟ يبدو أنك نسيت عهدك. أنت دائما ترهق نفسك بدون فائدة. عندما كان الجواد معك لم تستطع فعل شيء، فماذا تستطيع أن تفعل بدونه؟ أنصحك بأن تهتم بشؤونك الخاصة. لقد أتى الوقت الذي انتظرناه يا خالد. إن فهمت وبدأت تشغل عقلك فسوف نأخذ ثأرنا منه بعد أن هددنا في أرضنا وأهدر كرامتنا. ثأر؟ سوف نقتله. Thank you.
كن حذرا ولا تترك شيئا في المكان حتى ولو كان رمحا واحدا. أخبرت الجميع أن يجمعوا كل شيء وأن ينسحبوا مع غروب الشمس. يجب أن نفتش المكان، فيحتمل أن أحدهم لم يبلغ أو أن هناك من يريد الالتحاق بمعسكرنا واللقاء بالإمام، لذا علينا البحث جيدا. يجب أن نساعدهم. هيا هيا, هيا. يريد أن نتحدث إليكم، تعالوا إلى الخيمة الكبيرة. سمعا وطاعة يا بوري. وكأنني أعرف هذا الصوت. الإمام يدعو الجميع إلى الخيمة الكبيرة. إنه بوري أمرك سيدي. ما الذي يفعله هنا؟ اللعنة على أشعث، كان يقول إن بوري في السجن. تعالوا إلى الخيمة الكبيرة يا رجال، الإمام يريد أن يتحدث إليكم في أمر. أمرك أكون في حضرة الإمام. ماذا تفعل هنا؟ ولماذا عدت للمعسكر؟ أنا على استعداد كي ألتحق بمعسكر الحسين. إياك أن تصدقه، إنه جاسوس. لا تظلمني يا أخي، أريد أن أكون جنديا من جنود الحسين. ماذا يجري يا نافع؟ السلام عليكم. هذا الرجل تسلل خفية إلى معسكرنا. إنه خزيمة أحد أصحابي، إنه يمتلك حماسة عالية ومن المقرر أن يكون صهري. سأطلب له السماح بالبقاء من الإمام. إن كان بورير يعرفك فلا بأس، فلنذهب. أخبرني ماذا تفعل هنا يا خزيمة؟ لقد كان لي عهدا معك، أنت ما الذي تفعله؟ قطعت عهدا أكبر من عهدك، وهذا العهد لمولاي وولي نعمتي. لا بأس في ذلك، ولكن يجب أن نذهب إلى الكوفة، وبعد أن تنهي ما في ذمتك من عهود سنعود معا بإذن الله. ألا تعلم مدى الخطورة الكبيرة التي سببتها لأهلك بغيابك؟ ولماذا خاطرت أنت بنفسك وأتيت إلى هنا؟ إن السبب واضح، فعلت هذا من أجل نسيبة. إذا انقطعت كل هذه المسافة وخاطرت بحياتك من أجل نسيبة فقط؟ هي أنت، هل أتيت وساعدتني قليلا؟ خذ. لم أراك هنا من قبل. أنا قد جئت للتو إلى هذا المعسكر. أنت أيضا تبدو لي غريبا بعض الشيء، ألست من أهالي الكوفة؟ أنا أدعى بين قومي جون ابن هواي، وقد أمرني مولاي أن أسقل كل السيوف هنا وأن أقوم بحد جميع الرماح في المعسكر وأن أنهي عملي حتى صباح الغد. أجارنا الله من شر هذه الحروب، أي قيامة ستقوم غدا ستكون عاقبتها العار للأنذال. هل تريد أن أساعدك في أي شيء؟ ألم تسمع ما الذي قاله بورير؟
إن مولاي قد دعانا جميعا إلى الخيمة. أنا على يقين أن لديه كلاما مهما يريد أن يقوله. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أهلا بك يا أخي. حبيب بن مظاهر الأسدي، كبير قبيلة بني أسد في الكوفة. كيف حالك يا رجل؟ أهلا بك يا عباس. عباس، السلام عليك يا أخي. وعليكم السلام. هذا مسلم بن عوسجة. هذا الرجل كان يعمل مع برير وشريكه في تجارته. يبدو أن كل عقلاء الكوفة هنا. السلام على رفيق الحرب. وعلى نافع بن هلال السلام. يا أهل بيتي ويا شيعتي، اتخذوا هذا الليل جملا وانجوا بأنفسكم وأرواحكم الطيبة، لأن القوم يطلبونني أنا وحدي ولن يرضوا أبدا بسواي بديل. أدعو الله كي يرحمكم برحمته. لقد أخذت العهد والبيعة منكم ولن أطالب أحدا بهذا العهد ما حييت، لأننا مقبلون على حرب. اذهبوا وانجوا بأنفسكم. يا ابن رسول الله الكريم، روحي فداك بإذن الله. إذا ذهبنا اليوم ففي يوم الحشر وفي محضر الباري تعالى، كيف سيكون موقفنا أمام رسول الله وأمك فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ لا، أقسم بالله إننا سوف لن نتخلى عنك أبدا. وهل أرواحنا أغلى وأطهر من مسلم بن عقيل وهاني بن مروة وعباس بن جعدة؟ إذا قتل عباس بن جعدة. أيها الأنصار، غدا سوف أقتل إذا قدر الله، وقد تقتلون معي إن أراد الله ذلك، وعندها لن يبقى أحد منكم أيها الطيبون. شكرا لله العظيم الذي جعلنا بصفك وكرمنا بنصرك وشرفنا بالموت على نهجك من أجل نصرة الله ودينه الكريم الذي من به علينا. ماذا يقول هؤلاء يا جون؟ مثل ما سمعت، كل من كان محبا سيفدي نفسه غدا بإذن الله لابن رسوله الكريم. أريد أن أعرف لماذا يريدون القتال؟ لما كل هذه العساكر مجتمعة أمامه وينتظرون إشارته؟ كيف وصلت إلى هنا وأنت لا تعرف الصديق من العدو في هذه الساحة؟ لا أعلم، لا أعلم من أكون بالضبط ولأجل ماذا جئت وعن أي شيء أبحث. كل ما أعرفه أنني أبحث عن برير بن خضير. برير بن خضير؟ وهل تعرفه جيدا؟ نعم أعرفه جيدا، ويجب أن أراه الآن. انتظر هنا قليلا، سوف أذهب وأعود به. خزيمة الذي كنت أعرفه جيدا لا يضل الطريق أبدا، بل كان عارفا وفهما لكل شيء ويدل القوافل التي تقصد الطرق. فما بك أراك ضائعا وتائها؟ ضياعي هذا كله من أجلك أنت يا برير. إذا كان هذا من أجلي أنا فكن مطمئنا وارجع إلى الكوفة وعش حياتك هناك. ولكنني عاهدت نسيبة بأن أعيدك وألا أرجع إلى الكوفة إلا معك. هكذا إذن، ابق معي إلى أن أنجز أعمالي ثم نعود معا. لابد أنك جننت تماما، ألا تعلم أن جميع الكوفيين قد أحضروا آلافا مؤلفة من الجنود؟
أعلم هذا ولست خائفا. ما دام فينا رمق من الحياة والأمل سنظل نقاتل في سبيل الله. ماذا تقول يا رجل؟ أية حرب هذه؟ في الجهة المعادية هناك الآلاف من الجنود، وفي هذا الجانب كل الذين أراهم لا يصل عددهم أكثر من 100، ومتأكد بأنهم سيقتلون. سيقتلون في الساعة الأولى من الحرب وقبل أن يبدأ الاشتباك. وإذا كنتم تعلمون هذا الأمر فلماذا تقاتلون؟ قل وأن لم يقاتلوا، هل تريدهم أن يقبلوا بكلام الخليفة ويرضخوا له؟ ولو فعل الخليفة ما يريد، حتى لو قلب ليلى مدينتنا رأسا على عقب، وحتى لو قال لك إن النهار أصبح ليلا فاقبل به، وعندها سوف يصبح السواد ضياء أبيض والضياء سوادا دامسا. اسمع يا خزيمة، إن تعدى أحد على شخص من أهلك ألا تفعل شيئا حيال الأمر؟ هل تبقى صامتا؟ نسيبة، حتى لو قاتلت الكثيرين وملأ قلبك الخوف من الموت، أنا متأكد أنك لن تقبل أن يسحق شرفك. لن تقبل، لأن شرفنا يا بني هو أثمن ما نملك على الإطلاق. فما رأيك بهذا؟ اسمع يا بني، هناك أشياء كثيرة في الحياة أغلى من الحياة نفسها يا خزيمة، فلا تفرط بها أبدا. أعرف هذا، ولكنني أتيت إلى هنا من أجلك أنت فقط. أنت السبب الحقيقي لمجيئي، فلي معك عهد رجل إلى رجل، لا تنسى ذلك العهد أبدا. ليس لي أي أمر بولاية الحسين ولا بخلافة يزيد، أنا أريد الزواج من نسيبة فقط يا برير، وأنت من وعدني بهذا الأمر. حسنا، غدا العاشر من شهر محرم، بعد أن أوفي بعهد قد قطعته ووعد وعدته لمولاي، سأوفي بالعهد الذي قطعته لك. والآن علي أن نجهز نفسي لمعركة الغد، فغدا يوم حافل لتنفيذ العهود والمواثيق. لا أستطيع أن أبقى هنا وأن ألقي بنفسي إلى الموت والتهلكة، لا أستطيع أبدا. Thank you.
ما الذي تفعله؟ إذا كنت تريد المساعدة فعلا فاحضر هذه الأشواك. لقد سمعت من مولاي أنه ستحرق جميع الخيم بعد أن تنتهي هذه الحرب، وسيهرب الأطفال، وقد تنغرز هذه الأشواك في أقدامهم الصغيرة. الغد فيه غنائم كثيرة. لقد خططت لما بعد الحرب كي أذهب إلى كل المخيم بعد النصر. الجميع يكون في حالة انشغال تام، لذلك سأذهب متسللا إلى خيمة النساء كي أحصد غنائم الذهب والحلي التي ستكون بانتظاري. حلمت بها كثيرا. طال انتظارنا كثيرا يا صديقي. سنحصل على كل ما نريد. هيا. وأنا أنتظر هذه الفرصة الذهبية بفارغ الصبر يا خزيمة، والآن قد جاء وقت سداد الدين القديم والانتقام. من البداية وأنا أشعر بأنك تخفي شيئا ما. كنت أعلم أنك لست رجل هذه المعركة، ومتأكد بأنك سترجع صفر اليدين. لو كنت أعلم هذا لما وضعت يدي في هذه الحرب أبدا، لا أنا ولا الكثير من هؤلاء الجهلاء. ما الذي عرفته إذن؟ أن الأعداء قليلون جدا وأعدادهم لا تتجاوز 100؟ لا تكن غبيا يا حازم، دعني أخذ هذه القربة إلى الأطفال العطاشة. عليك أن تعرف أن هؤلاء الأطفال هم جزء من جنود الحسين، والحسين هو عدو الخليفة، وأنت تقصد مساعدة العدو وتعصي أوامر الخليفة. هذا الذي تنعته بالعدو هو نسب رسول الله، وأنا أريد أن أخذ لهم الماء فقط. اضرب. ماذا حدث يا حازم؟ كن مطمئنا ومرتاحا يا سيدي، سأنتزع منه اعترافا كاملا قبل طلوع الشمس. ألم أقل إننا هنا في ساحة حرب؟ قد تأتي إلى هنا بمحض إرادتك الكاملة، لكن الخروج من هنا لن يكون بإرادتك أبدا. ليس لي علاقة بهذه الحرب الغريبة، وقد كان لي صفقة مع الأمير أن أنجز له عملا محددا، وفي المقابل لي عليه طلب، ولم يعد يهمني طلبي، لأنني لم أعد أريد أن أبقى في ساحة الحرب هذه، فليست حربي، ولست منحازا إلى أي طرف. هنا إما أن تكون مع جيش الأمير وبصفه، أو مع جيش العدو. من أي شيء تخاف يا عمر؟ أخائف لهذه الدرجة من الرماة القليلون للحسين أن يقتلوك؟ نعم أنت تخاف، ابدأ بالهجوم وكن مطمئنا بأن النصر لك لا محالة. أما بالنسبة لي فلا أريد أن أكون معك، اذهب واحتفل مع أميرك بالنصر. لا تدعه يذوق طعم الراحة حتى يقول لنا ماذا رأى وسمع. أمر سيدي الأمير. أنت الخاسر يا خزيمة، أنت. الويل لك إن مت ساكتا، سوف لن أبقي لك ذكرا، وستندم حتى بعد موتك. ستكون أكثر مني بؤسا، فلن تكون مع الحسين بن علي أبدا، ولا مع عبيد الله بن زياد. لنذهب. كن مطمئنا،
ستعترف بكل شيء قبل أن ينشف الماء الذي في قربتك. اسمع يا حازم، أعترف أنني أسأت لك في الماضي. أنا أعتذر وسأعوض لك ذلك. ستعوضني؟ لكني سأخذه بالقوة، بالقوة، بالقوة يا وضيع، ستعتذر بالقوة، بالقوة يا نادي. حازم. نعم يا وخي. والآن هل ستعترف لي؟ اعترف. أشعر بالظمأ. بالظمأ؟ إذن ليجف لسانك في حلقك أيها الوضيع. أقولك يا حازم، أعطني بعض الماء، سأموت من العطش. لن تحلم بقطرة. حازم، حازم، أنصحك بألا تصرخ، فلن يسمعك أحد. في المقابل، في المقابل سأدفع لك. كيف ستدفع؟ أعطني جرعة من الماء. أريد ثمنه أولا يا حذق، هذا إن كان ثمنه يستحق أن أسقيك. كم تريد؟ إعطاؤك الماء يساوي التعاون مع العدو تماما، أنت تعلم ذلك. 10 قطع من الذهب. 10 قطع؟ ربما الماء يساوي ذلك الثمن. أريد القطع أولا. تحت بردتي، خذها. حازم، الأمير عمر بن سعد يريدك حالا. إياك أن تتحرك من هنا حتى أعود. ساعدني أرجوك، أتستطيع أن تعطيني جرعة من الماء؟ أتريدني أن أشتري عار مساعدتك بثمن روحي؟ أنا مستعد أن أعطيك 10 قطع ذهبية يا خالد مقابل جرعة ماء واحدة. كم قطعة قلت؟ سأعطيك 10 قطع كاملة. إنها صفقة جيدة، ولكنني لا أستطيع أن أغادر هذا المكان أبدا. لا حاجة لذلك، أعطني من ماء هذه القربة. هيا بسرعة، فإذا جاء حازم ستكون القطع الذهبية 10 من نصيبه. قلت 10 قطع؟ لا. اشرب. 10 قطع. خزيمة!
أيها الرامي. سيدي أطلق السهام. حاضر. صدقني لقد كنت أتوقع أن تعود في أي وقت كان، ولذلك أخبرت الإمام بذهابك وعودتك إلينا، فأجابني الإمام وقال لي إن خزيمة سيلحق بنا. هيا بنا.